نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. عامر يستقبل بعثة النقد الدولي والسيسي يتابع ضبط الأسعار. البابا تودروس ينتقد مظاهرات أقباط المهجر. روسيا تشارك في تدريبات عسكرية في مصر أكتوبر المقبل. مصري بلا ذراعين يستعد للأولمبياد الخاص. إيطاليا جامعة كامبريدج لا تتعاون معنا بشأن قضية ريجيني. ترامب يحذر من تزوير الانتخابات الأمريكية وبوتين ليس صديقي. فرنسا تغلق 20 مسجدا وقاعة صلاة في 8 أشهر. بركان بولاية هاواي يظهر بفوهة غريبة ومبتسمة. ونيوتن يكتب صندوق النقد وعلامة تفاؤل. أهلا بكم من جديد. بعثة النقد الدولي التقت اليوم محافظ البنك المركزي طارق عامر في إطار المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، فيما اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس النواب الوزراء لاستعراض الملف الاقتصادي ومفاوضات بعثة صندوق النقد الدولي وجهود الحكومة لضبط الأسعار. وشهدت السوق السوداء انخفاضا جديدا للدولار ووصل إلى 12 جنيها و40 قرشا. وبنرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة والدكتورة غادة شريف الكاتبة بالمصري اليوم، أهلا بك. أهلا بك يا أي دكتور. رأيك في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسعار ووقف جنون الدولار؟ خلينا نقسمهم حاجتين بالنسبة لضبط الأسعار. طبعا لغاية دلوقتي مازال ان احنا بنحتاج تدخل مباشر من السيد الرئيس علشان الأسعار تنضبط. انا عايز اقول ان الرئيس مش محتاج يتدخل، هو عقاب سواء بقى لمسؤول التموين، مباحث التموين المسؤول عن المنطقة دي اللي زاد فيها الأسعار، يتقفل مجمع أو محل استهلاكي تعاوني وتافر اللي غلى الأسعار، لازم يحصل عقاب رادع. هو عقاب واحد بس، أنا أتكتهو هتبص تلاقي الأسعار نزلت على طول. الجزء الثاني بقى بتاع جنون الدولار، الحقيقة أنا استفزيت جدا جدا الأسبوع اللي فات من الناس اللي ما عنديش أي شك في وطنيتهم، لكن رئيس السيسي مش على هواه. فلما فعلا بالفعل رئيس السيسي اجتمع بالمجموعة الاقتصادية وفعلا بالفعل حصل هبوط في سعر الدولار، ابتدوا يتريقوا وقال لك بص أصل الرئيس السيسي لما بص للدولار كده الدولار خاف وكش. الدولار خاف وكش لما رئيس السيسي بصله. معلش بقى، يعني حتى يعني قد كده هم اهتمامهم بالهجوم لمجرد الهجوم بيخليهم يهيفوا، ما بيفكروش ان ده معناه ان في ناس بتضارب في الدولار. الفترة الأخيرة اللي حصل فيها السعار في زيادة سعر الدولار في الكام يوم، يعني كان يبقى الصبح بسعر وبعد الظهر بسعر وفي آخر اليوم يقفل بسعر أعلى، ده أكبر دليل على إن في مضاربة حصلت. وزي ما الرئيس قال إن هي تحول الدولار تحول للسلعة، فشيء طبيعي جدا إن هو لما هيدخل بنفسه في الموضوع ويجتمع بالمجموعة الاقتصادية هيحصل قرارات هتخلي الناس اللي بيضربوا دول فعلا يخاف. وفعلا وقد تم ده، حصل قبض على الناس اللي بيضربوا في الدولار، وده على فكرة القبض والسجن ده حل رادع اكتر من انه تتقفل شركات الصرافه بس، لان بتفضل دولاراتهم معهم في البيت ويبتدي اللي عايز يشتري منهم يروح لهم على البيوت. فحبسهم ده كان لازم يتعمل. سيسي لما دخل في الموضوع الدولار خاف وكش بس كده. شهدت أسعار الردة المستخدمة في إنتاج رغيف الخبز المدعم ارتفاعا غير مبرر لتقفز بقيمة وصلت 1000 جنيه للطن خلال شهر واحد، فيما وصل متوسط سعر الطن إلى مستوى 2700 جنيه، وسط مخاوف الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك من تحرك سعر رغيف الخبز المدعم. وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين أن رغيف الخبز لن يتأثر بزيادة سعر الردة، وسعر رغيف الخبز ثابت للمواطن ب5 قروش. القمص برهام عزمي مدير مكتب البابا تودروس بالولايات المتحدة نشر رسالة البابا تودروس لأقباط المهجر قبل ساعات من مظاهرتهم التي نظموها أمام البيت الأبيض اليوم احتجاجا على ما وصفوه باضطهاد الأقباط في مصر.
وجاءت الرسالة على لسان البابا قائلا أن ضد أي مظاهرات قد تضر مصر وتسبب الصراع مع السلطات العليا، مضيفا أن المظاهرات لا تغير أوضاعنا وتضر صورة مصر وطنيا ودوليا. دكتور غادة، يعني هل من الممكن أن هذه المظاهرات يمكن لها أن تضر أو تشوه أو تسيء لصورة مصر في الخارج؟ شوفي، أنا دايما في كتاباتي أنا دايما واخدة صف الأقباط وضد أي ممارسات غير عادلة تمارس ضدهم، وأنا بقول دلوقتي ممارسات غير عادلة اللي احنا بقى بنتكلم على صورتنا بره. ما ينفعش بره نقول اضطهاد حتى لو بنقولها هنا بيننا وبين بعضينا. أقباط المهجر كان ليهم دور مشرف جدا أيام حكم الإخوان، وعملوا دور مشرف جدا أيام 30/6 علشان يدوا صورة وانطباع للناس أن دي ثورة شعب ما هياش انقلاب عسكري. فعيب قوي قوي وحشة في حقهم لما يروحوا يعملوا مظاهرات وقدام البيت الأبيض علشان يقولوا أن في اضطهاد للأقباط في مصر. وقدام البيت الأبيض ليه؟ يعني عايزين إيه البيت الأبيض يعمل إيه؟ يعني بتدخلوه في الموضوع ليه؟ يعني عيب عليهم لما يمسحوا وطنيتهم بأستيكة. وبعدين طب ما تتكلموا هنا مع رئيس السيسي، يعني انزلوا مصر، انتوا اصلا بتحولوا تحويلات للخارج. يعني دول لو اقباط المهجر دول مش مطلوب منهم غير حاجتين، يفضلوا كده يقولوا ان اللي حصل في مصر ثوره مش انقلاب، ويبعتوا التحويلات بتاعتهم على مصر علشان احنا محتاجين دولارات، لكن يروحوا يعملوا مظاهرات وكمان قدام البيت الابيض، وده بيخلي شكلهم وحش وبيمسح بأستيكة كل المواقف المشرفة اللي كانوا بيعملوها من أيام حكم الإخوان لحد 30/6 ما قامت. رئيس هيئة أركان قوات الإنزال الجوي الروسية الفريق نيكولاي إغناتوف قال إن بلاده ستشارك أكتوبر المقبل في تدريبات عسكرية دولية في كل من مصر وصربيا. في سياق متصل، أعلن أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس موافقة مصر على منح روسيا 2 مليون متر مربع من الأرض لبدء تحويلها لمرافق في شرق بورسعيد لتصبح المنطقة الصناعية الروسية في مصر. دكتور غدا، يمكن تعاون جديد بين مصر وروسيا، هل تعد هذه الخطوة بداية لعودة السياحة الروسية في مصر؟ لا، احنا كده بقى بنتكلم على نطاق اهم واكبر كمان من عودة السياحة. احنا بنتكلم على تنمية صناعية. يعني المحور بتاع قناة السويس ده انا اتمنى ان هو يبقى مجمع دولي صناعي، يعني زي ما روسيا خدت 2000 ومش عارف كم متر، تاخد ايطاليا برضه تاخد حته، فرنسا تاخد حته، انجلترا تاخد، يعني يشغلوا بقى الدنيا تشتغل علشان التنميه اللي احنا عملناها. على فكره الرئيس السيسي لما قال اصبروا سنتين وهتلاقوا النتيجه، ما كانش بيقول كلام كده احلام مخمليه سرمديه، لا هو كان فعلا الكلام صح، بس الاحداث بتاعت الطيارات اللي وقعت وحصلت اثرت في العلاقات التجاريه بين البلاد. فمجرد ان روسيا هتبتدي تحط رجليها وتعمل تنميه صناعيه، هتبص تلاقي ده بيجر وراها بلاد تانيه، بالتبعيه اكيد السياحه هترجع تاني. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن قضية اللاجئين تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية، وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه أوضاعا استثنائية وحالات طوارئ غير مسبوقة، وتعتبر المصدر والمستضيف الأول للاجئين في إطار مناطق العالم. وأوضح خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الاستثنائي لعملية تشاور العربية الإقليمية حول الهجرة أن المنطقة العربية استضافت أكثر من 37 مليون مهاجر العام الماضي. دكتور غادة، يعني متى ستشهد جامعة الدول العربية أو ستقوم بدور في أزمة اللاجئين؟ شوفي، يعني جامعة العربية عمر ما كان ليها دور فعال، هي مش اكتر من كده. يعني هي عامله زي ايه الجد والجده اللي هم ايه، يعني يضلنا دعوه كويسه وبركه كده يبقوا راضيين عننا. وخصوصا كمان ان احمد ابو الغيط، سفير احمد ابو الغيط، بقى هو دلوقتي الامين العام. طبعا يعني انا عارفه ان في ناس كتير هتزعل مني عشان هو على المستوى الشخصي والانساني راجل دمه الخلق وحبوب وكل الحاجات الكويسه فيه، بس انا بتكلم على المستوى المهني. احنا ما شفناش منه اداء مشرف لما كان وزير خارجيه. اسوأ فتره لوزاره الخارجيه بالنسبه لتمثيل مصر في الخارج كانت الفتره بتاعت احمد ابو الغيط. فهننتظر منه ايه لما يبقى
امين جامعه العربيه، وهي اوريدي كمان نايمه، يعني هي نايمه وهو هيجي يكوحها زياده. يعني مشكله اللاجئين هتزيد اكتر في الفتره الجايه كمان، علشان اللعب اللي هيبتدي يلعبه اردوغان ان هو ماسك الاتحاد الاوروبي من عامل اللاجئين دي ايدهم اللي بتوجعهم. فطبيعي ان كتير من اللاجئين الموجودين في تركيا سواء بقى بيتعاملوا وحش سواء هيهملوا سواء هيجوا على الدول العربيه، ده شيء طبيعي. فانا متوقعه ان ازمه اللاجئين بعد مواقف اردوغان الاخيره هتتفاقم زياده. فاذا ما كانش الجامعه العربيه هتعمل دور ملزم بشكل ما بقى هم ادرى بيه، الازمه دي هتفضل مستمره الى ما لا نهايه. رغم تعرضه لحادث قطار تسبب في بتر ذراعيه وهو طفل، لم يتخلى المصري إبراهيم حماتو عن حلم أن يصبح بطلا رياضيا مشهورا. ويؤكد إبراهيم أن إعاقته الجسدية جعلته أكثر إصرارا على تحقيق حلمه بالفوز في ألعاب المعاقين بريو. ويعد حماتو اللاعب الوحيد الذي يمارس لعبة تنس الطاولة بفمه، وحقق العديد من الإنجازات التاريخية للعبة، وتم تكريمه من قبل العديد من دول العالم. حضر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ندوة عن العمل الاجتماعي وأثره في تنمية المجتمع بمستشفى 57357، وحضرها عدد من المرضى وأهالي الأطفال المصابين بمرض السرطان. والتقط جمعة مجموعة من الصور السيلفي مع المرضى خلال زيارته لها. وللمزيد نتابع التقرير التالي. وسيكون هناك تواصل كبير بين هذا الصاحب العملاق كمؤسسة طبية فكرية مجتمعية وبين وزارة الأوقاف لتشابكات عديدة في العمل المجتمعي والعمل الاجتماعي والعمل الخيري في صلب رسالة الأوقاف، كما أنه سيكون هناك تعاون كبير بين هذه المستشفى وبين مستشفى الدعاء في كثير من المجالات. سنتعاون في القضاء على فيروس سي وتقديم العلاج لفيروس سي في ندوات الثقافة الطبية بين أطباء من 57 وبين مستشفى الدعاء وبخاصة في الطب الوقائي. ندعوهم إلى المشاركة في مؤتمرنا القادم الذي تقيمه مستشفى الدعاء تحت عنوان الجديد في علاج الكبد والجهاز الهضمي. 500 مليون، في طفل منهم هياخد 150، طفل تعالهم 250. ايه اللي بيحصل عند حضرتك في المستشفى؟ التذكره بتطلع فوق الممرض، فتروح ضربه شويه ميه وعاملاهم كده ومديه 150 وجايه 250. حضرتك هنا الاستاذ ده بيحضر الدواء ده بس للمستشفى كلها. الدواء بيطلع ازاي يا فندم؟ من الكمبيوتر محطوط في المحلول بتاعه في كميه الميه اللي على قده. حضرتك ممكن تدي طفل صغير دواء وتحط في ميه كتير، فبدل ما ياخده على ربع ساعه ياخده في ساعه، يكون الدواء نفسه تاثيره خلص. مشاهدي القاهره والناس، فاصل قصير ونواصل من بعده نشره المصري اليوم من القاهره والناس. عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم من جديد. وإلى الشأن الخارجي، رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي اتهم جامعة كامبريدج البريطانية بعدم التعاون الكافي مع السلطات الإيطالية في التحقيقات الجارية بشأن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة. وطالب رينزي نظيرته البريطانية تيريزا ماي بالتدخل في الأزمة بعد لقاء جمعهما في روما، لكن المصادر البريطانية تستبعد أي تدخل حكومي حسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية. دكتور غادة، يعني في حالة استجابت تريزا ماي إلى نظيرها الإيطالي، هل سيجد جديد في قضية ريجيني؟ هو طبعا هيجد جديد، لأن هو أصلا كان الدراسات بتاعته اللي بيشرف عليه فيها أساتذة من جامعة كامبريدج، وهم اللي حددوا له او هو اللي اختار موضوع ان هو يبحث في الاحزاب المعارضه او المنظمات المعارضه في مصر، وكان في تبادل للمعلومات اللي هو بيحصل عليها بينه وبين الاساتذه المشرفين دول. فانت النهارده لما تبقى رافض ان انت تكشف عن هذه المراسلات، والموضوع بقى جريمه عالميه وفي دول بتقطع بعض على الحكايه دي، فايه معنى ان انت تمتنع عن تسليم الحاجات دي؟ مش بس كده، ده لما في وفد من المحكمه الفيدراليه البريطانيه الايطاليه راح الجامعه وطلب لقاء الاساتذه، الجامعه رفضت خالص انها تخليهم يقعدوا بحد. فهنا في موقف مريب من جامعه كامبريدج مش مفهوم، والقضيه دلوقتي متوقفه عليه،
وهنا برضو في حاجة يعني توجع قوي، إن ليه بقى إيطاليا ما قطعتش بريطانيا بناء على الموقف ده؟ ليه ما حصلش قلبان برلمان الإيطالي على الموقف ده؟ ليه مامة جولي روجيني ما هيجتش الدنيا على ده من ضمن النسيج الضروري عشان اكتمال نسيج التحقيقات؟ فده موقف مريب. أتمنى أن رئيسة الوزراء الجديدة تاخد موقف إيجابي شوية علشان القضية دي بقى تنتهي. سفير روسيا في ليبيا أعلن افتقاد الضربات الجوية التي تقوم بها واشنطن على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا إلى الأسس القانونية، وأكد أن توجيه ضربات في ليبيا يحتاج إلى موافقة من مجلس الأمن الدولي، مؤكدا قدرة الولايات المتحدة على استخدام القوة ضد التنظيم في ليبيا. وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن ما يصدر عن حكومة الوفاق الليبي خرق للدستور، لأن هذه الحكومة لم تحصل على ثقة البرلمان. دكتور غادة، يعني في شأن ليبيا تحديدا، يعني هنا في هذا الخبر، هل في رأيك حقا واشنطن ضعيفة أو غير قادرة على مواجهة التنظيم الإرهابي في ليبيا، أم أن لواشنطن حسابات أخرى لا نعلمها؟ ما يعني أنت أجاوبتي على السؤال، يعني النهاردة لما يعني داعش دول على بعضهم كلهم كام، يعني بحيث أن تبقى واشنطن مش قادرة أنها تدق المعاقل بتاعتهم وأماكن التمركز بتاعتهم. يعني هي النهاردة كل اللي بتقدر عليه أن هي بتضربهم بحرب أطاليا. تعرفي حرب أطاليا؟ أو بوم لو انت يعني مش ما تحصليش الحرب قطع. فبتضربهم ببوم، احنا ما سمعناش عن اي، بالعكس الضربات بتاعتنا احنا اللي عملناها من السنه اللي فاتت لما رحنا الطيران الجوي بتاعنا راح دك مراكز كتيره لداعش، كانت على طول وفي ساعتها وكل العالم تناقل هذه الصور. احنا ما شفناش اي حاجه عليها العين من أمريكا، وده معناه أن هي مفيش رغبة مفيش إرادة، هم عايزين ليبيا تبقى هي المركز بتاع الدواعش في الوطن العربي. كل اللي موجودين في سوريا وبيتضربوا جم عليها، كل اللي في العراق جم عليها، كل اللي في أي حتة في الدنيا جم عليها، بقت هي دي المركز بيتضربوا فيها قاعدين، يعني خلاص عيشتهم بقت ليبيا. فطبعا أمريكا بتؤكد بدل المرة مليون ان هي المؤسسة لداعش، وداعش النهاردة بتتحرك في حمايتها. وزير الخارجية الامريكي جون كيري طلب كل من روسيا والنظام السوري بعدم تنفيذ عمليات هجومية في سوريا، واكد ان مسؤولية بلاده منع فصائل المعارضة من تنفيذ هجمات، فيما نفت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون وجود تعاون او تبادل معلومات بينها وبين العسكريين الروس في سوريا، مؤكدة انه لا توجد نية لفعل ذلك مستقبلا. دكتور غادة، قراءتك لدعوة جون كيري بوقف تنفيذ الهجمات الارهابية، وفي رايك الى متى ينتهي هذا الصراع؟ ما أنا زي ما بقولك، يعني أولا حتة إن هم يقولوا لسه مصرين يسموهم فصائل المعارضة، يعني لما نشوف منهم اللي بيذبح طفل اللي هي الطريقة الداعشية، ولما نشوف منهم اللي بيلعب كورة برضيع مسيحي عايش، يعني خلاص بقى دول خرجوا من حتة إنهم فصائل معارضة. واضح جدا إن دول من تنظيم داعش، وان الغرض هو يعني استنزاف الجيش الوطني السوري، الغرض هو الاستمرار في هذا القتال لحد ما كل الدنيا تبقى فاضيه وخرابه ويحصل بقى التقسيم الفيدرالي. جون كيري كل اللي بيعمله مش اكتر من استكمال للدور اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه عن حمايه امريكا لداعش. هم في ليبيا قايلين ان هم اسمهم داعش، لكن في سوريا مسمينهم حاجه ثانيه، مسمينهم فصائل المعارضة، لكن هم أبعد ما يكون عن أن هم ليهم حتى أي ممارسة سياسية. مصادر دبلوماسية رجحت تأجيل استئناف المشاورات اليمنية بعد عدة أسابيع على أن تعقد في بلد آخر غير الكويت. وقالت إن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتمع مع وفد المتمردين وسفراء مجموعة 18 الداعمة للمفاوضات لتثبيت المبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات الكويت، وإصدار بيان مشترك يتضمن الاتفاق على استئناف المشاورات، فيما يواصل الجيش اليمني تقدمه ناحية صنعاء التابعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف أعلن أن سلطات بلاده أغلقت نحو 20 مسجدا وقاعة صلاة منذ ديسمبر الماضي، وأشار إلى أن مساجد أخرى ستغلق وسيتم إبعاد أئمة اعتبرهم متطرفين. وأكد كازانوف ضرورة الشفافية في تمويل بناء المساجد وإدارتها. وفي سياق متصل، كشف والد أحد منفذي الهجوم على الكنيسة في فرنسا أن ابنته المراهقة غاضبة جدا بعد مقتل أخيها على يد الشرطة، مرجحا شنها هجمات ضد مدنيين. دكتور غدا، برأيك هل غلق المساجد يعني يعد حلا لما تشهده فرنسا حاليا من هجمات إرهابية؟ هو طبعا حل مهم، ما هوش الحل الوحيد لكن هو حل مهم، وكل دولة من حقها ان هي تحمي امنها بالطريقة اللي هي شايفها صح. يعني احنا مش من حقنا بقى نقول لا وازاي المساجد تتقفل. احنا هنا عندنا قفلنا زوايا وقفلنا جوامع، علشان العيب بتاع الزوايا والجوامع ده ايه؟ ان هو حتى لو هم مش هيقعدوا يخططوا خططهم الارهابيه في المساجد، لكن بيتم تجنيد الكثير والكثير من الشباب. يعني هنا عادي بنت مراهقه اهي، بيتم تجنيدهم عن طريق المساجد دي بالدخلات الناعمة بقى، واستغلال لجهل ديني فظيع موجود وسط الشباب. فطبعا لازم أي خطوة هتتعمل تحد من سواء التجنيد لمزيد من العناصر، أو إن هم بقى يهاجموهم في معاقل دارهم في أوكار أو أي حاجة من كده، من حق كل دولة إنها تاخد أقصى درجات لحماية لنفسها من التطرف والإرهاب. المرشح الرسمي الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أعرب عن قلقه من أن الانتخابات المقبلة قد يرافقها تزوير جماعي. وأوضح ترامب أن الرئيس الروسي لا يعد صديقا له ولا يعرفه شخصيا. كان ترامب وصف أكثر من مرة بوتين بأنه زعيم قوي، مما أثار موجة من الانتقادات ضده من قبل عدد من معارضيه. دكتور غادة، يعني قراءتك لهذا المشهد حول المرشح الأمريكي دونالد ترامب، أولا تخوفه من تزوير الانتخابات، وثانيا تصريحاته تجاه بوتين. لا، هي تصريحاته تجاه بوتين ده هو بيحاول طبعا يلعب سياسة، ذكاء سياسي. ما ينفعش مرشح لدولة عظمى يهاجم رئيس دولة عظمى أخرى. لكن تخوفه من تزوير الانتخابات، يعني ما هو التزوير ده غذاء الروح. يعني في انتخابات ايه ما كانش حصل فيها تزوير، حتى وان ادعوا ان انتخاباتهم دايما بتبقى سليمه. بس لو هو اللي خاف من الانتخابات ده، هو عنده الفلوس كلها، ده فلوس امريكا كلها مع دونالد ترامب ده. فيعني لو في حد هيزور هيبقى هو بالتاكيد. يعني هو اصلا وصل الى هذه المرحله ازاي؟ يعني في جزء كبير جدا من الامريكان هو لعب على الوتر الاثني والعرقي والتعصب عندهم، لكن انه يوصل لكل هذه المرحله، يعني ما زورش تزويريه واحده قد كده اهو، يعني مش معقول. بركان كيلويا الأشهر بين 5 براكين بولاية هاواي، حيث ولد الرئيس الأمريكي باراك أوباما سائرا بلطف منذ عام 1983 بلا توقف، إلى أن ثورته احتدمت أكثر منذ أسبوع وأحرقت الغابات القريبة. وظهرت الحمم التي تشكل 14% من مساحة جزيرة هاواي الكبرى على شكل وجه ضحك ومبتسم. مشاهدينا فاصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. مرة أخرى عدنا لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. كاميرا المصري اليوم أجرت حوارا مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الفروسية، كشف خلاله أسباب استبعاد اللاعب إيهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح على خلفية ظهور عينة إيجابية في التحليل الذي خضع له في أبريل الماضي وظهور نسبة منشطات. والمزيد في التقرير التالي. إيهاب عبد الرحمن، احنا طبعا حزننا جدا 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 على النتيجه اللي جت، اللي هي بتقول ان نتيجته الف دي ايجابيه. نامل باذن الله ان احنا ان النتيجه ب تطلع غير كده، لان احنا حزننا بالموضوع ده، وكان عندنا امل كبير ان هو كان قريب جدا من الميداليه، وكنا نتمنى ان هو يجيب لنا الميداليه، يجيب لنا. هو بطل كويس وبطل اخلاقه كويسه، وما سمعناش عنه حاجه قبل كده، وما شفناش منه في نتيجه ايجابيه قبل كده. فكل الامور كانت بتسير في الطريق الطبيعي ان هو ما يطلعلوش عينه ايجابيه.
هو للعلم هذه العينه لم تؤخذ لم تؤخ... لا ما اتخذتش اول امبارح ولا من الشهر، متاخده يوم 17 ابريل، يعني من قرابه 3 اشهر ونص او 4 اشهر. نتيجتها طلعت متاخره شويه، لان للمعمل عليه ضغوط كتير جدا، وبعدين العينه بتحلل اكتر من مره، تحاول اكتر من مره، فعشان كده اتاخرت. انما دي عينه قديمه واتخذ بعدها عينات كتير. يعني هو من يوم ما ابتدى هو ايهاب عبد الرحمن في خلال سنتين تقريبا ولا حاجه، اتخذ منه 21 عينه، مش عينه واحده، 21 عينه. اذا كان في عينه كلهم طالعين سلبيه وواحده طلعت ايجابيه لها تفسير علمي، وهو اما يقعد في لجنه الاستماع اللي هتبقى مع الاتحاد الدولي للالعاب والقوى، يقدر يقول كل الاسئله، يسال كل الاسئله اللي هو محتاجها، يقدر يحط كل الاستفسارات اللي هو عايزها، وهيترد عليه من الجهات القانونيه اللي لها تفسير علمي كبير جدا. هيبقى مقنع وهيديله حقه في كل حاجه، ولا يوجد ظلم في الموضوع ده، ولا يوجد اي نظريه تامريه ان شاء الله، وهياخد حقه واحنا جنبه عشان نضمن ان حقه هيبقى موجود. احنا بنقول لإيهاب عبد الرحمن احنا جنبك وبندعمك وهنفضل بندعمك على طول. انت لا تمثل نفسك، وانت لست بملك نفسك، انت ملك الدوله. والان مشاهدينا موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان صندوق النقد وعلامة التفاؤل، كتب نيوتن في عدد اليوم من المصري اليوم متحدثا عن فوائد استدعاء مصر لصندوق النقد الدولي لوضع روشتة علاج لإصلاح الاقتصاد المصري، مؤكدا قرار النقد الدولي لدعم مصر سيكون مؤشرا جيدا لاستقبال المستثمر الأجنبي والمصري وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري، واصفا أن الحصول على القرض هو شهادة دولية لصحة الاقتصاد. دكتور غدا، إلى أي مدى تتفقين مع رؤية كتب المقال نيوتن؟ هو الحقيقة الكلام مظبوط، لأن إحنا بنعاني من إن لسه لغاية دلوقتي ما فيش مستثمرين قادرين يثقوا في الاقتصاد المصري علشان يجوا، ده غير طبعا شكواهم الكتيرة أو المكثفة من البيروقراطية اللي موجودة في الجهاز الإداري للدولة. شهادة زي شهادة صندوق النقد دي بتخلي في ثقة في التعامل في مصر، ان يجوا يعملوا البيزنس بتاعهم. وبعدين حتى الناس اللي بتروج لان صندوق النقد، ان احنا لما ناخد منه قرض هيكون ده هيتبعه أرصة شوية على محدود الدخل وكده، لكن بوجود المستثمرين في حاجات بتعوض حاجات. ما احنا لازم نبص للصورة جلوبالي كده، يعني الصورة على بعضها. لما هيجوا مستثمرين، لما هيبتدوا يعملوا شغل، لما الدنيا عندنا هتبتدي تشتغل، القرصة اللي هتحصل دي مش هتبقى زي ما احنا متخيلين ومش هتطول. لكن مهم جدا زي ما كاتب المقال بيقول كان ان صندوق النقد يوافق على هذا القرض انهم يدوه لمصر. وتحت عنوان بشرة خير تونسية، يكتب دكتور عمرو الشبكي في عدد الغد من المصري اليوم عما أسمى شهادة نجاح التجربة الديمقراطية في تونس بعد سحب البرلمان الثقة من حكومة الحبيب الصيد بأغلبية ساحقة، مؤكدا أنها أغلقت الباب أمام المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ يناير الماضي لإسقاط الحكومة المنتخبة، بمعنى إسقاط النظام الديمقراطي. وأوضح أن التجربة التونسية أثبتت أن لديها قوى سياسية واعية وبرلمان قوي قادر على حماية البلاد واتخاذ القرارات. والآن نتعرف على أبرز ما قيل عن الجيش المصري والمسجد الأقصى. فاصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عدنا مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم.
أزمة الدولار والغلاء الفاحش بالنسبة للأسعار، تقريبا دي من أهم المشكلات اللي بتهم المواطنين في الفترة الحالية، وليها كمان تأثير كبير عليهم باختلاف مستوياتهم الاجتماعية. زميلنا المبدع محمد عبد الله رسام الكاريكاتير بالمصري اليوم عنده رؤية في الأزمة دي، ده اللي هنشوفه دلوقتي في التقرير التالي. ودلوقتي تعالوا نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 38-25، الإسكندرية 30-23، شرم الشيخ 38-31، الغردقة 40-30، الأقصر 42-27، أما عن أسوان العظمى 44 والصغرى 30. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام نشرتنا النهاردة. بشكر زميلتي آية. بشكرك آية. طبعا بشكر ضيفتي الجميلة دكتور غادة شريف. شكرا ليكم وللسادة المشاهدين. طبعا والشكر موصول للسادة المشاهدين، وغدا تلتقون ونشرة جديدة من نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.